خلال الفترة دي واللي جاية هنتوسع يا دكتور مصطفى في ان احنا نروح لمصانع كتير ومشروعات كثيرة، رجال القطاع الخاص اشتغلوا وعملوها ونماذج ناجحة جميلة، نحب ان احنا اولا نشجعها وثانيا نلقي الضوء عليها قدام الناس في مصر، لان كتير من الكلام اللي بيتقال محتاج ان احنا نؤكده. يا ترى رجال الصناعة او حجم القطاع الخاص في مصر كام من الاجمالي؟ 20%؟ 30%؟ 50%؟ انا عايز اقول لكم ده 70% ولا 75%، مش كده يا دكتور مصطفى؟ على عكس ما كتير من الناس يتصور الرقم غير كده، انا بتكلم على الاقل 75% من ده. في نقطة مهمة قوي، عشان يمكن واحنا بتكلم كده يقول لك طب انتوا النهاردة يا ترى انتوا جادين في حل مسائل المستثمرين بما فيه الموضوع بتاع خاص ومستلزمات الانتاج والمشكلة اللي اتعملت خلال يعني الشهرين ثلاثة اللي فاتوا. اه طبعا، وانا يمكن قبل ما ادخل هنا كنت بتكلم مع سيد محافظ البنك المركزي بقول له طمني انتوا عاملين ايه، عشان احنا عايزين ما يبقاش في مشكلة حقيقية تقابل العمل والاستثمار في مصر. انا بقول كده لان احنا ما فيش حاجة هنخبيها عليكم، احنا بنبذل اقصى جهد في ظل الظروف اللي احنا بنتكلم عليها ديت، وهي ظروف كانت قاسية على الدنيا كلها، على العالم كله، على دول صناعية متقدمة واقتصاديات متقدمة جدا عندها وفرة في كل شيء. لكن الأزمة بتاعت كورونا والأزمة بتاعت الأزمة الروسية كانت لها يعني صدمة كبيرة جدا جدا على العالم وعلينا، لكن احنا حاولنا بقدر الإمكان وبنحاول ان يكون أقل تأثير ممكن، واحنا ان شاء الله يمكن اتصور شهر او اتنين بالكتير نكون كل المعوقات اللي كنا بنتكلم فيها تكون خلصت.